اتجمعت على شكل واحدة قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل اللي جاي جاي بوجعه ياخد مكانه فرحها ويروح. ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح، حبت ظروفك جمعت على شكل واحدة قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل فرحها وروح، ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح. ويا عيني على لف السنين بتقدمين وتعلمين عداني، شر الحليم مش من ما فيه، وهعيش لمين لو مش عايش علشاني. كتر الألم بيموت الإحساس، مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس. وكفاية إنه اتعاش وقت ما نسيبناش، أسرار في قلبي لا تتكتم ولا تتحكي ولا يفهموها الناس. بس اللي لازم يتعرف كتر الألم بيموت الإحساس، مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس. وكفاية إنه اتعاش وقت ما نسيبناش. ويا عيني على لف السنين بتقدمين وتعلمين عداني، شر الحليم منا. عمر شكلك راجع مكتئب. لا ابدا، انا تقريبا اكتئبت لما رجعت. وايه اللي رجعك؟ لما عرفت خبر مجيان. عمر انا بسألك ايه اللي رجعك؟ ما قدرتش أكمل، ده كان صعب أوي. ما قدرتش تكمل؟ أنت ما بقالكش سنة. أو بشكل كده طلعت فقري وخدت على القعدة هنا. المهم طمنيني، أنا ما أعرفش أي حاجة عنك من ساعة ما سافرت. تطمن ليه؟ إذا كنت سافرت من غير ما تقول لي أصلا. السفر ده كان
كان لي ظروف خاصة. ظروف ايه؟ ظروف ايه اللي تخليك تختفي فجأة في عز كل اللي احنا كنا فيه؟ عمر، انت كنت اكتر واحد عارف انا محتاجة لك قد ايه، صح؟ بس في حاجات كده ملهاش شرح او تفسير. من لو فكرت كويس هتلاقي ان سفري ده وبعدي عنك كان في مصلحتك، صدقيني. ما تحكميش على الامور من زاويه واحده بس. لا، اللي انت مش واخد بالك منه ان الامور ما ينفعش تبص لها غير من الزاويه دي بس. انت بتقول ايه؟ طب لو انت سافرت عشان خاطر مصلحتي، راجع برضو عشان خاطر مصلحتي. سيادة وزير الثقافة يا فندم. خليه يتفضل. اتفضل يا فندم. يعني مالك؟ وايه الابتسامة الصفرا اللي على وشك دي؟ كويس، وفرت عليا كلام كتير. اتكلم يا انيس، انا مش ناقصاك. صحيح انتوا عرضتوا على عمر منصب المستشار الاعلامي والمتحدث الرسمي؟ وانت ايه مشكلتك في كده؟ ازاي بقى؟ ده بناء على ايه؟ وعلى اي اساس؟ انا اقصد بناء على ايه عرضتوا على عمر المنصب ده؟ ايه مؤهلاته؟ ايه اللي وصله المنصب زي ده؟ نفس اللي وصلك لمنصب وزير الثقافة. لا، من فضلك، في فرق كبير. ايه مؤهلاته ده عشان تعملوا راسه وراسي؟ دي ناسيه ده كان ايه وانا ايه؟ اولا تقعد مكانك، ثانيا لما تتكلم معايا يبقى خلي بالك وشوف انت بتتكلم مع مين. اقعد. عمر، ما تحاولش اللحظه تقنعني او تقنع نفسك ان انت راجع عشاني، عشان انا مش هصدقك. انت ليه مصممه تفتشي وتشككي في نيتي يا منى؟ ليه؟ عشان اللي سافر من غير ما يقول لي مستحيل يرجع عشاني. طب ولو قلت لك سيبيني انا والايام اللي جايه نثبت لك، هتقولي ايه؟ الايام اللي جايه ولا الايام اللي فاتت؟ انا اصلا مش عارفه عادت معاك. المنصب اللي انت فيه دلوقتي دي كانت فاتورة وخلاص انا دفعتها. انت ساعدتني وخدت مقابل. لكن اوعى تفتكر ان ده ممكن يديك الحق في انك تتكلم معايا بالشكل ده، او ان قراراتي ما تعجبكش. تبقى لسه ما عرفتنيش يا انيس. انا شايفه ان انت تعب على احسن. يا فندم انا مش معترض على قراراتك. انا اعتراضي على الشخص. الشخص ده غير مناسب للمنصب ده. ويا ترى بقى اعتراضك ده بشكل رسمي ولا شخصي؟ هو مش رسمي على الاقل لغايه دلوقتي. اصل احنا مش عاوزين ندخل الموضوع في رسميات وراي مجلس الوزراء والديوان. عاوزين نخلص الموضوع ما بيننا. ازاي؟ اتكررت ليه؟ ضحكتني يا انيس. اولا انا اخدت القرار ده مع اللي وطلعت. ثانيا بقى، وده الاهم، ان اي قرار انا باخده ما برجعش فيه. ولو مش عاجبك يا انيس اعمل اللي انت عايزه. ان شاء الله تخبط دماغك في الحيط. ايه رايك؟ اوكي. بس عايز ابلغ سيادتك اني احارب الموضوع ده بكل قوتي. اصلي مش هسمح للماضي والعواطف يتحكموا في القرارات المصيريه. تقصد ايه بالكلام ده؟ قصدي انت عارفه يا هاني. اطلع بره.
اطلع برا بدل ما يخلي الحرس يخش ويخدوك ويرموك برا في الشارع. ماشي يا لبس، انا هعرف اعلمك الادب كويس قوي يا لبس. برا. عثمان حلف لي بأمانات المسلمين إنه ملوش دعوة باللي حصل. وأنت طبعًا صدقته. بقول لك حلف لي بأمانات المسلمين. أما صدقته إزاي؟ لما يحلف يبقى كذاب. أنا كمان هاد وشه بالقضايا اللي رفعتها عليه. إبراهيم عثمان شغل القضايا وطولة البال ده ما ياكلش معاه. مسألة أبسط من كده. قصدك إيه؟ كل واحد عنده شوية أسرار بيتهيأله إنه محدش يعرفها غيره وإنها اتدفنت. ويا هناه ويا سعده اللي طلع الأسرار دي في حجره. شيخ فؤاد، ما تفهمني أكتر يا شيخ فؤاد. كل شيء بقى وأنا هاشم بيه. نتفق الأول. أمال هنا ما بترديش عليا ليه؟ ولما أنت عارف إن أنا هنا وما بردش عليك، جيت ليه؟ عشان وحشتيني. نزل ايدك. يا جيهان انت بتكلميني كده ليه؟ عملت لك ايه؟ مفيش حاجه يا رامي، انا قلت لك اللي فيها، انا مش هتلمسني غير لما تكتب ورقه، انا ما بعملش حاجه حرام ولا غلط. طيب يا ست نعمل لك اللي انت عايزاه، بس نتكلم في الموضوع ده بعدين. انت هتغتصبني ولا ايه؟ اوعى. انت ليه محسس ان انا اول واحد المسك؟ حتى يا اخي لو حصل ده ما يديكش الحق انك تتصرف معايا بالطريقه دي. اتفضل بقى قوم روح. طب خلاص بلاش بواخر بقى. يلا قوم روح. يلا انا عايزه انام. متزونياش بقى. بس بقى في ايه؟ ما تضايقنيش بقى. اتفضل عشان عايزه انام. ما كده؟ اه كده. طب اغمضي دماغك في الحيط وشوفي مين هيكلمك يا شيخ. مع السلامه. انا كنت حاضر بنفسي. صدقيني انت فهمتي الموضوع غلط. لا يا كمال، ما فهمتش الموضوع غلط. بص يا كمال، احنا مش ملايكة ولا معصومين من الخطأ، ولا انا عمري قلت ان هاشم عمره ما عارف عليا واحدة ولا مر بلا زواج ولا خني من ايام ما كنا مع بعض في الجامعة، بس عمر ما كان الموضوع بيبقى قدامي. انا ست كان قدامي. هتصدقيني ولا لا يا سمية؟ احنا نعرف بعض من ايام الجامعة. واللي كان بينا يخليكي متأكدة اني ما بكدبش علشان اعدي موقف او ادري على حاجة. ارجوكي بلاش نخلي سوء تفاهم صغير يكبر ويبقى موضوع ما نعرفش نلمه. احنا في وقت ما يسمحش بمشكلة من النوع ده، مفيش قدامنا أي اختيار غير إننا نعدي الأزمات دي. نعديها إزاي؟ إزاي؟ أنت جايبها كل قدامي. أنا اللي أصريت إنها تبقى موجودة. أيوة، الموضوع كان لازم يعدي كأن مفيش حاجة حصلت. أنت كمان كان لازم تباني في موقف الزوجة المتفهمة العالمة واثقة من نفسها ومن جوزها. ما كانش في قدامنا غير ان الموضوع لازم يعدي كأن مفيش حاجة حصلت. وبعدين لازم كمان نكون عمليين. مريم لازم تفضل معانا. ايوه. لأننا ما نعرفش لو طلعت برانا هيحصل ايه وهتقول ايه. ده غير انها متفهمة جدا.
وعلى فكرة هي مؤمنة بهاشم إيمان أنا نفسي ما كنتش متخيله. سمية، إحنا أهم في مرحلة في الانتخابات دلوقتي. المرحلة دي مظاهر مهمة فيها قوي. الشكل الجديد للحملة مش هيكمل غير بيكي جنب هاشم. لازم تبقي جنب هاشم. ما هو مش معقول كمان إحنا الاتنين هنسيبه النهاردة. أنا جاي مخصوص عشان أكلمك وراجع تاني مقر الحزب. أنا عندي شغل متلتل. معلش معلش يا سمية، أنا عارف أنت استحملتي كتير وضحيتي كتير علشان خاطر هاشم وعشان الحزب كمان. بلاش بقى نضيع كل ده في الآخر. هاشم ما بيمثلش نفسه دلوقتي ولا مصالحه هو بس، لا، هاشم ورا آلاف ملايين. بعد ما تبقي أنانية وتفكري في نفسك شوية، انت ليه مش عايزة تبقي جنب هاشم؟ ها؟ ليه عايزة تخسري انك تبقي السيدة الأولى لو هاشم نجح وبقى الرئيس؟ متفتكرش في حد عايز يخسر كل ده. يلا يلا يا سمية قومي استعدي عشان التصوير. يلا بقى يلا. يا عمر وحياة أبوك أنا تعبت. معلش يا حبيبي حقك علينا. احنا محتاجين نبيع أكتر. جرب 50 ماشي. هنشوف برضه لو احتاجنا نغيرها نغيرها. جرى إيه يا بهجت؟ ليه ما جهزتش الرئيس؟ الرئيس مش فاضيلي. قاعد مع اللي اسمه فؤاد برهان ده وقاعدين يرغوا مع بعض. هو كل حاجة لازم أعملها بنفسي ولا إيه؟ أوكي يا ست المخرجة. بهجت. نعم. أنا هنا المخرج. والله عارفين. شوف هاشم باشا، طول ما انت بتقدم السبت وانا بقدم الحد. انا اسف يا ريس، سيادتك لازم تجهز. ما انا جاهز. بهجت منتظرك، هو هيظبط الامور. الحمد لله على السلامة يا استاذة. الله يسلمك يا شيخ فؤاد. لا طلعت جديدة. ولعب العيال ده ما قصرش معاكي. طيب اتفضلي انت وانا جاي وراكي على طول، اتفضلي. تحت امرك يا فندم. شيخ فؤاد هي متجوزة؟ ارحم نفسك يا شيخ فؤاد، ده في اتنين، اتنين على ذمتك. وماله يا اخي؟ هي لسه ما وصلتش للليمت. وبعدين انا بسأل بس، ولا قلت لك عايز اتجوز؟ ماشي ماشي يا شيخ فؤاد، فرصة سعيدة. الله يخليك. شوف بخير. تفتكر اللي انتوا بتعملوه ده هيفرق في حاجة؟ تقصدي ايه؟ اقصد يعني هيجيب نتيجة مع الناس؟ اه طبعا هيجيب نتيجه مع الناس. انت عارفه طبعا ان احنا شعب عاطفي وبنحب نشوف الناس على طبيعتهم غير ما بيطلعوا في التلفزيون. زي ما تقولي كده الكواليس بتاعتهم يعني. الناس دي بتتصرف ازاي في البيت، بتاكل ازاي، بيلبسوا ايه، بيتعاملوا ازاي مع ولادهم، حاجات زي كده يعني. انت مش واثقه فيا ولا ايه؟ لا انا بثق فيك، اقنعتني. طب عملتي في حملة التبرعات اللي انت عاملاها ايه؟ ماشية كويس قوي. البلد دي طلع فيها خير كتير جدا. في حاجة؟ اه استغرب من علاقتنا. علاقتنا؟ استغرب ايه بقى؟ مش عارف، بحس كده ان في حاجة مش راضية تكمل. مش عارف.
بس انا عارفه يمكن الحاجه اللي مش راضيه تكمل دي ما بتكملش عشان انت مش عارف انت عايز ايه يا عمر. وليه ما تكونيش انت اللي مش عارفه؟ لا انا عارفه وانت عارف كويس قوي ان انا عارفه انا عايزه ايه من اول يوم شفتك فيه. انا بينت لك ده كتير جدا. يمكن كانت دي غلطتي. عمر العلاقه بين اتنين دايما بيبقى لازم الطرفين يدوا فيها. ما ينفعش يبقى واحد هو اللي بيدي وهو اللي بيحاول وهو اللي خايف على العلاقه والتاني ولا كده. خلاص يا منوش خلاص اوعدك في الفتره اللي جايه هتشوفي عمر تاني خالص اوعدك. معلش انا اسفه بس الريس جاهز يا عمر. طيب انا جاي. Thanks. هيقول ايه يا عمر؟ لا احنا مش هنقول اي حاجه دلوقتي. هناخد شويه تفاصيل وبعدين هنسقطها بالجبير. كلمه للناس يعني مش هقول لهم اي حاجه حضرتك. هناخد زي ما قلت لك كده التفاصيل وبعد كده النضاره اطلع بيها ولا بلاش؟ خليك بيها. حلو عليك. اوكي. هدي. كمان؟ الشعب هدي. طب جاهزين يا جماعه؟ ما حدش يشرب. يلا بينا. يلا. ستاند باي اكشن. البيت ده بيمثل لي حاجات كتير. هاشم وانا بنينات طوبه طوبه. فرشنا فيه كل حاجه مع بعض، اشترينا فيه كل حاجه مع بعض. شفنا فيه ايام حلوه، ايام مره. بس الحلو اكتر. وانا دايما احب افتكر الحلو. بابا عمر علاقته بينا ما كانت علاقه اب باولاده. عمرنا ما كنا بنتكسف نتكلم معاه في اي حاجه. دايما كان بيتعامل معانا على اننا اصحاب. اكتر حاجه بحبها فيه حنيته، حبه لبيته لاولاده، ما يقدرش يستغنى عنهم ابدا. انا عارفه ان الناس حاسه بكده عشان كده بيحبوا. لو اتكلمت عن بابا هبقى محتاجه وقت طويل قوي عشان اتكلم عليه، مش عشان هو ابويا، لا عشان ابقى محتاره ابتدي منين واتكلم عن ايه بالظبط. ابتدي من الاب اللي تعب قوي في تربيتي انا واخويا رامي، ولا عن الراجل اللي جواه حنان الدنيا كلها، ولا اتكلم بقى عن صديقي وحبيب عمري اللي دايما كان بيحتويني في كل مشكله، ولا اتكلم عن هاشم الرئيس المرشح لرئاسه الجمهوريه، الراجل المثقف المعتدل المناضل اللي كل همه ان هو يشوف البلد دي احسن بلد في الدنيا وينام على مخدته وضميره مستريح ومطمن على كل واحد عايش فيها. صوتي لهاشم الرئيس. صوتي لهاشم الرئيس. صوتنا لهاشم الرئيس. صوتي لهاشم الرئيس. And cut. حلو قوي. ممكن؟ كفاية عليك إد بنت الرئيس. شكلك كان يموت من الضحك. انت عينيك هتنط بره من الغيرة. أغير عليك؟
على فكرة أنت فاهم غلط، أنا ما عنديش وقت للكلام التافه ده، عندي حاجات أهم بكتير. أنا عارف. هتبطلي اللعبة اللي بتلعبيها معايا دي أمتى؟ لعبة إيه؟ لعبة الست اليويو. بتحدفيني وكل ما افتكر نفسي بعدت خلاص الاقي نفسي برجع لك تاني. ربطاني بخيط ولفها على ايدك. خلاص اقطعه، محدش ماسكك. مش قادر. مش قادر. جربي مرة واحدة بس قلبك يغلب عقلك. سيبي هاشم لسمية. خلينا نسيب العيلة دي كلها واخدك ونروح مكان تاني خالص. ونبتدي حياة جديدة من غير مصالح. على فكرة أنا أقنعت صبايا بالعافية إنها تعدي الموضوع، بس بيني وبيدك أنا مش مقتنع. يا ابني في إيه؟ والله العظيم تلاتة ما حصل حاجة، والله ما في حاجة يا أخي. واحدة كانت هتموت بسببي وكانت ممكن تضيع عشان خاطري. أهم يعني أبسط حاجة إن أنا أعملها لها إيه؟ إن أنا أهتم بيها يا أخي. يا هاشم يا هاشم، إحنا أصحاب من زمان، ما تضحكش عليا. بلاش تقول كلام انا شخصيا متاكد انك مش مقتنع بيه يا اخي. عادي. ايه يعني؟ ما كلنا بنضعف. ايه يعني؟ ايه انت عاوز تلبسني تهمه وسلام؟ بقول لك كمال، بقول لك ايه، ما تكبرش الموضوع، المساله مش مستاهله. خلاص انا هلم الدور. بعدين انا وسمية يعني ما احناش عيال صغيره. ومريم مالها؟ مريم مريم مالها الذنب في اي حاجه حصلت؟ اه انا عارف، بس انت يعني ضامن انها مش هتعمل اي قلق؟ لا لا لا، من ناحية تطمن، انا واثق جدا في مريم. خلينا دلوقتي في موضوع اللي انا عاوز اسالك فيه. خير؟ الناس اللي بره اللي جايباهم مريم دول، انا عاوز اتعرف لي مين دول، جايين منين، ايه علاقتها بيهم؟ في ايه يا هاشم؟ انت شاكك في حاجه؟ لا بس يعني عايز اطمن. انا محشش ولا شارب، انا فايقلي كويس قوي النهارده. عاوز ايه بقى يا عم الفايق؟ جاي تغتصبني المره دي؟ يمكن حظك يبقى احسن. في حد برضه بيغتصب مراته؟ الشركه دي هايله، مظبطاك يبقى لك عربيه. الحمد لله يا ستي. قولي لي، فكرتي في الموضوع اللي قلت لك عليه النهارده؟ محتاره يا بتاع منى. او مالها منى؟ انت كنت بتوشوشها النهارده في الجنينه بتقولها ايه؟ والله ما فيش اي حاجه صدقيني، ده كله كلام في كلام. طب قولي لي، فكرتي في الموضوع؟ قلت لك محتاره يا عمر، اللي انا وصلت له ده مش سهل. ما تضحكيش على نفسك يا مريم، انت ما وصلتيش لاي حاجه عشان تسيبيها وتمشي. محدش هيسمح لك اصلا توصلي لحاجه، صدقيني. انت شفتي النهارده سمية قالت ايه في التصوير؟ انها مش هتسمح لاي حد ياخد مكانها. وانتوا ستات زي بعض، يعني انت فاهمه الموضوع ده اكيد. قرري يا مريم وشجعيني ان انا اطلب نقل فرع الشركه في دبي، ونروح انا وانت مع بعض، ونبتدي حياة جديدة من غير وجع الدماغ ده كله. انت عارفة كويس انك هتكوني سعيدة معي، وانا بقى متأكد اني هكون سعيد معاكي.
عايزه تروحي فين؟ مش عارفه. طب سيبيلي نفسك كده وانا هاخدك واعرفك بالحاج. مين الحاج؟ هتشوفي دلوقتي. انت مش هتتعالج؟ انا بتعالج اهو. تعالج اهو. انت عندك اكتئاب. انا بقالي مده وانا متابعك، عارف تخش من بره تترزع على الكمبيوتر وتفضل زي ما انت لازم تتعالج. انت لو انت ما انتش حاسس ان انت عندك اكتئاب وعاوز تتعالج منه تبقى في كارثه. انا في كارثه كبيره. في كارثه كبيره. صدق وتؤمن بالله ده انت في الهلاله. ايه يا عم الحاج؟ قلبت دكتور ولا ايه؟ الله. ايه الحلوه دي؟ انت عمرك ما دخلت عليا وفي ايدك حاجه حلوه على فكره بالشكل ده. مريم. عمر على طول بيجي في سيرتك. انا مثل الاعلى على فكره. جوي فقر زي اللي خلفه. تسمحيلي والله صديقي. هنا؟ هنا مفيش حد له دعوة بحد. اتفضلي. ما تعطفش قوي على الفرد. حاضر. عارفة كان نفسي تجيني الفرصة لو لآخر مرة عشان أرقص مع واحدة حلوة وجميلة كده. ميرسي. ياه عينيكي فيها كلام كتير. فعلا؟ أوي. ممكن بعد إذنك أكمل الرقصة دي؟ لا طبعا طبعا يا عمر طبعا يا حبيبي مظبوط طبعا. شكله كده افتكر ماما كانوا دايما يرقصوا على الاغنيه دي. مالك؟ مبسوطه قوي. طب كويس انك قلتيها بلسانك. انا بتكلم جد يا عمر، انا فعلا معاك مبسوطه قوي. انت عارف ان انا من الصبح قافله تليفوني عمري ما عملتها غير معاك انت بس. عشان انت شغله نفسك ودماغك من حاجه وحاجه. عندك حق. اوعدك من هنا ورايح هشغل نفسي بحاجه واحده بس. ايه؟ انت. دماغي تقلت. بهجت. انت بتعمل ايه هنا؟ زي ما انت شايفه بلعب كوتشينه ومستني شايب اسود. طب ما كلمتنيش ليه؟ كنت جيت معانا. يعني ما رضيتش اقطع عليكم حلوتكم السعيده. امال انت متهبب ايه دلوقتي؟ يعني امشي؟ بنهزر. ايه الدم التقيل ده؟ طب احنا هنموت من الجوع. انا هدخل احضر حاجه ناكلها. تاكل معانا؟ طبعا حاجه. ايه؟ ولا ايه ولا حاجه. قولي لي بقى ايه حاله الانبساط والروقان اللي انت فيها دي؟ انا مش فاهمه. الناس كلها مستغربه ان انا مبسوطه النهارده. مش فاهمه ليه قاعده معايا. انا ما مستغرب. انا بس اتعودت منك انك لما بتبقي مبسوطه كده بتقلقيني. احس ان في مصيبه حصلت.
العكس تماما. انا النهارده خدت قرار ابعد عن اي حاجه بتعصبني. هاشم الرئيس، سياسه، انتخابات، عايش قصه حب زي اي بنت. احب واتحب، احب واتحب. تحبي ولا تحبي؟ برافو عليك. شوفي يا مريم، انا متاكد ان الحب حلو وحلو قوي كمان، بس اللي انت مش عارفاه بقى ان الحب فيه سيطره. اللي بيحب بيسيطر على حبيبه، بيسيطر على مشاعره وعواطفه وفكره. وسوري يعني انت انت سيطره، ما حدش يقدر يسيطر عليك. عارفه انت بتفكريني بالحصان البري، قوي ومجنون كمان، ترويله صعب. أنا مش كده خالص، أنا إنسانة حساسة وشعرية جدا، بس كل عواطفي مكبوتة جوايا، لازم أطلعها، لازم أطلعها قبل ما أطق وأموت. أنا نفسي بقى ما تضحكيش على نفسك، تكون الحكاية انت اعصابك تعبانه نتيجه ضغط الشغل اليومين اللي فاتوا دول. واللي انا متاكد منه ان الكلمتين اللي قالتهم سمية في التلفزيون هزوكي شويه. انا عارفك يا مريم، انا اكتر واحد عارفك، ولا يوم ولا التاني وترجع ريما لعادتها القديمه. ونصيحتي ليكي افتحي موبايلك، لان هاشم قلب عليك الدنيا من الصبح. افتح الموبايل. ايه اللي انت بتقوله ده؟ زي ما بقولك كده، جمعية الامل موصلهاش اي تبرعات. ازاي؟ الاستاذ توفيق مأكد لي ان حملة التبرعات ماشية زي الفل. ما هو اللي انت مش عارفاه ان الاستاذ توفيق ساب جمعية من زمان، من ان متهيألي العملية فيها نصبية كبيرة قوي. بتغني الفيروز يعني مبسوطة؟ مبسوطة ده ايه؟ دي حتى اغنية حزينة. طب انا عندي بقى خبر يفرح. خير؟ ايه هو؟ بقيت مدام. ايه الجديد؟ ايه الخلاسة دي؟ بقيت مدام رامي. مبروك. ايه هو ده ان شاء الله؟ مالك مش مبسوطة ليه؟ لا خالص، انا مبسوطه جدا. مش باين عليك الحكايه كلها، بس ان انا لازم اعيد حساباتي، خصوصا في الكام يوم اللي فاتوا دول. نعم يا اختي، تعيدي حساباتك؟ تعيدي حساباتك ده ايه؟ بعد ما ورطتيني جرى ايه يا جيهان؟ انت عايزه تفهميني ان انت عملتي كده غصب عنك؟ انت اصلا كنتي حاطه عينك على الواد جيهان. طلعتي بمصلحة كبيرة قوي، اللي انت اتجوزتيه ده ابن رئيس الجمهورية، ده اللي انا واثقة منه. اللي مش واثقة منه بقى انا هعرف اكمل في طريقي ولا لا. انت الوحيدة اللي كسبانة منه لحد دلوقتي، والله انت اللي كسبانة لحد دلوقتي. فين يا بهجت؟ مش عارف حاجة. خير؟ كل خيرك تمام. انتوا لسه ما حضرتوش حاجة للريس؟ حاجة؟ حاجة زي ايه؟ مش فاهم. يعني اغنية، اوبريت صغير كده،
أي حاجة بمناسبة نجاته من محاولة الاغتيال. مالك؟ لا أبدا مفيش حاجة يا فندم، بس أصل الحقيقة إحنا ما لحقناش يعني، والوقت كمان ضيق قوي. ضيق إيه يا كمال؟ في حاجات فعلا موجودة ومحدش حاسس بيها. اختار أي حاجة كويسة ودعمها، يعني عيد تسجيلها بشكل كويس، صورها، كتر إذاعتها. وأنا اللي هفهمك يا كمال ولا إيه؟ تمام تمام يا فندم، بس الحقيقة يعني الحاجات دي مش إدمت شوية؟ ما إدمتش يا كمال، وعمرها ما حتيت. فيا يا طمني قلب وقف هاشم. في ماضي لازم يتنسي ويتداس.